ورجعنا من الفاصل، والفقرة الأولانية كنا بنتكلم فيها على الصحة النفسية للأطفال. النهاردة الفقرة دي هنتكلم على صحة أسنانهم. معانا الدكتورة علا الجمل، استشاري طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا، أهلا ازيك يا أستاذة؟ بيكي، أهلا بيكي يا حبيبتي. كنا عايزين نعرف الأول إيه هي أكتر المشاكل بتواجه الأطفال عندنا في الأسنان. بصي، احنا خلينا الاول نبتدي نتكلم ايه هي الاسنان اللبنيه. اوكي. الاسنان اللبنيه دي هي اول مجموعه بتظهر في فم الطفل، ودي بتبتدي تظهر من اول سن 6 شهور 7 شهور، وبتكتمل عند سن سنتين ونص، وبيبقى عددها 20 سنه وضرس. تمام. بعد كده ايه اهميه الاسنان اللبنيه؟ ليه ربنا خلق لنا الاسنان اللبنيه؟ ليه يعني ما جاتش على طول لست الاسنان الدايمه؟ الاسنان اللبنيه صراحه مهمه جدا، وهي بتساعد على النمو الطولي بتاع الوجه والفك. يعني ربنا خلقها زي فاونديشن او مرحله معينه لغايه ما الوش بتاع الطفل يكبر ويبتدي في مراحل النمو، بحيث ان كل سن ليها ميعاد تبديل معين عشان يطلع بعدها الاسنان الدايمه. اوكي. وطبعا هي بتساعد على الهضم والاكل كويس جدا، بحيث لو ابتدينا نعاني من الاسنان اللبنيه بيحصل عند الاطفال مشاكل ما بيقدروش ياكلوا، ده طبعا بيساعد في النمو بتاعهم. بتبتدي تتغير امتى بقى؟ من سن كام؟ اول سنه بتبتدي تتغير بيبقى عند رينج كده 6 سنين. تبتدي السنتين الاولانيين يبتدوا ينزلوا وهكذا. بس احنا عندنا كمان في وقت معين اسمه ميكس دنتيشن، ده غير التبديل، بيبتدي يطلع فيه اسنان دايما نتيجه نمو الفك لورا. فبيبقى بالتالي في عندنا وقت في بق الطفل بيبقى فيه ست لبني، وبيبقى فيه كمان دروس دايمه او اسنان دايمه ابتدت تطلع. عشان كده مهم جدا ان احنا نعتني بيها وناخد بالنا من صحتها. تمام. المشاكل الاسنان اللبنيه احنا عايزين نعرفها، والعادات الخاطئه. تمام، حلو قوي. خلينا نبتدي كده من اول ما الاسنان بتطلع. في عاده خاطئه ودي شائعه جدا، وانا شفتها في امهات كتير، بيسيبوا الببرونه او اللبن في بق الطفل بالليل وهو بيرضع. فالطفل بيحوش اللبن ده، او سواء حتى ساعات الببرونه يبقى فيها عصير او كده، بيفضل متحوش في بقه، وده طبعا بيؤدي الى تخمر الاسنان والبكتيريا، وبيعمل لنا نوع كبير قوي من تسويس اسمه رامبان كيرس او تسويس الرضاعه. وده للاسف بتلاقيه انتشر بشكل فظيع، وبيبقى اجريسيف جدا، وبيأثر لنا على كل الاسنان اللبنيه الاماميه. فاحنا دايما بنقول للام بلاش ابدا الرضعه بالليل، يعني بلاش تنيم الطفل وبقه الببرونه. دي اول حاجه. او ممكن ياخد بعديها شويه ميه، ولا دي ما بتساعدش برضه؟ يعني ياخد بعديها شويه ميه، بس هي اهم حاجه الحرص ان الطفل ما يبقاش محوش اللبن في بقه. تمام. الحاجه الثانيه برضو طبعا من العادات الغلط، اللي هي مص الطفل لصباعه. مص الطفل لصباعه ده بيؤدي الى تشوهات في العظم بتاع الفك، وبالتالي كمان الاسنان، ونبتدي نخش بقى في مراحل بعد كده مش كويسه بالنسبه للتقويم. فاحنا من الاساس بنقول بلاش نبعد تماما عن جزء، لو ابتدينا نلاحظ ان ابننا هيبتدي يمص صباعه بلاش تماما العاده دي. ممكن نستبدلها، يعني انا ساعات بقول استخدام اللهايه او التتينه دي، لو ان احنا هنختار ما بين ان الطفل يمص صباعه او ان هو ان احنا نحط له التتينه، فساعات التتينه بتبقى احسن. ما بتعملش اللي هي ما هي بقى الفكره عليه ده. هي بس الفكره في ايه؟ ان احنا ما نطولش في استخدامها. يعني هي بتستخدم مثلا ماكسيمم لغايه سن سنه ونص سنتين، بعد كده برضو لازم نوقف العاده دي. بس انا دايما بالنسبه لي التتينه انا بقول احسن من ناحيه ايه؟ الطفل اللي اتعود انه يمص صباعه بيبقى صعب جدا انك توقفي له العاده دي. لكن تتينا وقت من الاوقات انت هتقدري ان انت تاخديها ترميها، هتقدري ان انت تعملي كنترول. بس طبعا المهم في ده وفي ده التعقيم بتاعها، وانها على طول تبقى مغسوله، وانها تبقى بعيده عن الارض والكلام ده، ويبقى ليها الغطا بتاعها. وطبعا غسيل الاسنان برضو من العادات الغلط اللي احنا بنقول فيها، لان في امهات كتير جدا بتهمل غسيل الاسنان. من سن قد ايه نبتدي نهتم بيه؟ حلو قوي السؤال ده. احنا من اول سنه بتطلع في البق المفروض نغسلها، حتى لو مش بالفرشه والمعجون، احنا ممكن نغسلها بشاشه او قطنه مبلوله، نمسح بس، احنا مش محتاجين اكتر من كده. لما الطفل يبتدي يكمل سنه ونص سنتين، ويبتدي بقى الست بتاعت اسنانه ودروسه
طلعت كامله، احنا ممكن نبتدي نعلمه الغسيل بالفرشه والمعجون، وبيبقى فيه معجين مخصوصه للاطفال وما نكترش. يعني انا دايما يقول لك حطي يعني على قد زي بعد كل اكله بقى، ولا بيبقى مثلا الصبح وبالليل بس وخلاص؟ هو احسن حاجه 3 مرات في اليوم، بالذات المره بتاعت بالليل دي دايما مهمه جدا، اللي هو قبل ما الطفل ينام، لان هو بيبقى محوش الاكل في بقه طول اليوم، وبالليل كده كده اللعاب اللي هو المسؤول عن غسيل الاسنان ده بيقل، فبالتالي الغسيل بتاع بالليل ده مهم جدا. بس طبعا 3 مرات في اليوم ده احسن حاجه. ده للبيبيز خالص اللي هم الرضع يعني. طب يكبروا شويه؟ حتى الكبار، الكبار 3 مرات. الرضع احنا على قد ما بنقدر بعد كل رضع او كده احنا بنمسح لهم بقطنه مبلوله. في ساعات حاجه عند الصيدليات كده بتتباع، بتبقى زي فرشه رابر شويه، ممكن الام تلبس في الصباع، دي بتبقى اسهل لها شويه انها تنضف. بتبقى للسان كمان صح؟ بالظبط. وفي عادة غلط كمان طبعا، دي احنا لازم نتكلم عليها طبعا، اللي هي كتر تناول الحلويات والعصائر والحاجات اللي فيها السكريات المصنعة والكلام ده كل ده. يعني دايما بنقول نبتعد عن السناكس بتوين ميلز. اولا ده بيسبب التخمة عند الاطفال، لما ياكلوا حلويات كتير او شيبسي او الكلام ده، بلس انه بيعمل تسويس جامد جدا في اسنان الاطفال. طيب حصل بقى اللي احنا خايفين منه والسنه سوست، نعمل ايه بقى؟ او يعني بلاحظها ازاي اصلا الاول؟ بصي احنا لازم كده كده نعمل زياره دوريه لدكتور اسنان الاطفال، سواء يعني احنا شايفين ان في تسويس او لا. ليه؟ لان اسنان الاطفال بتبقى صغيره جدا، ودايما بيبقى ساعات في تسويس مستخبي كده من الجنب ما بين الاسنان. الطفل مهما كنا بنغسل له او كده هو مش هيبقى عارف يعمل كنترول كويس قوي على الغسيل. فالمشكله ان الاسنان بتاعه الاطفال حجما بتبقى صغيره ريليتد للعصب بتاع السنه، فاي تسويس بيبقى صغير من الجنب مش بيجيب عصب على طول وما بيبقاش باين. فاحنا كده كده التشيك اب الدوري عند دكتور الاسنان ده مهم في كذا نقطه. من سن قد ايه؟ من اول يعني انا ببتدي الاطفال بتجيلي من اول سن سنه ونص، من اول سن سنه ونص سنتين. اولا بنتابع التبديل، ثانيا بنعمل لهم اجراءات وقائيه عشان اللي ما سوسوش عشان اسنانهم ما تسوسش، زي الفلورايد ابلكيشن. الفلورايد ده مهم جدا لانه بيزود المناعه ضد التسويس وبيحافظ على اللثه. فاحنا في حاجات مخصوصه للاطفال دي احنا بنعملها لهم من قبل ما الاسنان تسوس. حصل ان في تسويس خلاص بنبتدي ان احنا نعالج. حاجه كبروتكشن يعني الفلورايد ده اجراءات وقائيه. لكن خلاص ونس ان جه الطفل ولقينا ان هو ابتدى يبقى عنده تسويس، بنبتدي نعالج بقى التسويس ده بحيث ان الاسنان نقدر نحافظ عليها لغايه ما عاد تبديلها. هو المشكله ان انا بلاقي ان في ناس كتير بتقول لي مش مشكله، مش هتتبدل. هي الاسنان دي هتتبدل بعد كده. أيوه. ده مفهوم خطا. ده مفهوم طبعا غلط جدا، لان اللي بيعاني من الاسنان اللبنيه من هو صغير هيفضل يعاني بعد كده في اسنانه طول عمره، لان التسويس ده بيقلب بعد كده بيوصل عصب، بيوصل بعد كده خراريج، يبتدي يعمل انفكشن في الفك. مين اللي تحت الاسنان اللبنيه دي موجود؟ الاسنان الدائمه بتبقى اوريدي متكونه. لو حصل ان احنا اضطرينا نخلع بسبب تسويس او خراج او كده ضرس قبل ميعاده، ده يبتدي يعمل لخبطه في الفك. الاسنان اللي دايما المفروض تطلع في وقت معين مش هتطلع فيه، ومش هتلاقي مكان بعد كده، فنبتدي بقى نخش في تقويم او نعمل حافظ مسافه. عشان كده دايما الوقايه خير من العلاج. ده اللي يعني احنا طرق الوقايه اهم حاجه، ان احنا نعمل بصفه دوريه متابعه مع اخصائي الاسنان بالظبط من سن صغير. بالظبط. ونحاول ان احنا يعني ننشئ عادات صح يعني صحيه صحيحه عند الاطفال. بمعنى ايه؟ ان احنا الاكل بتاعهم نحاول نركز على الخضار، على الفاكهه، الحلويات نبدلها بفواكه، العصير بدل العصاير اللي هي المصنعه الشوجر بتاعها مصنع، وكان نحاول نعمل لهم حاجات فريش في البيت. نقلل الحلويات على قد ما نقدر. يعني انا دايما بقول يعني طبعا انت مش تقدري تقولي للطفل ما فيش حلويات طبعاً خالص، خصوصا لو في الشارع مثلا. بالظبط. بس اتليست يبقى حاجه واحده في اليوم. يعني انا دايما معوده الولاد في العياده على كده، احنا هنختار حاجه واحده، والحاجه الواحده دي يستحسن كمان تبقى الصبح ما تبقاش بالليل. لان لما تبقى الصبح يبقى قدامنا اليوم طويل ان احنا نغسل وننظف وكده، عن ان هو مثلا ياكل السويت او الكاندي وينام.
فالنظام ده بحد ذاته برضو بيحافظ ويخلي الطفل هو نفسه طالع عنده الهايجين بتاعه. ما نربطهاش بالمكافأة يعني، مش لازم نربط الحلويات بأنها مكافأة لحاجة، انت عملت حاجة كويسة. بالظبط، بالعكس احنا بنربط دلوقتي غسيل الأسنان ان هو هنغسل الأسنان هتبقى وايت وهتبقى برايت وبتاع، الأطفال بيجوا كمان. يعني أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا، ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نغير المفهوم الغلط عند ده سؤالي الجاي بقى. انا لما دخلت على البروفايل طبعا اعداد للحلقه فلقيت عامله شغل مع الاطفال غير طبيعي، ازاي كسرتي يعني الحاجز النفسي كده ما بين الطفل وما بين الدكتور السنان؟ يعني دكتور السنان ده البعبع الكبير اللي احنا مش عايزين نروح له خالص، يعني انا اسفه في التعبير بس هو ده يعني الحد ده حقيقي اللي انا مش عايزه اروح له خالص غير لما يحصل ده حتى للكبار. بالظبط، ازاي الاطفال بيضحكوا كده و بالظبط. برافو عليكي. بصي انا دي اكتر حاجه اشتغلت عليها بصراحه، ان انا براعي الطفل ده وبراعي نفسيته جدا. يعني الاطفال اول ما بيجوا لنا انا مش بتكلم معاهم في الاسنان خالص، بالعكس انا بتعرف عليهم، بيتعرفوا على الستاف، بيتعرفوا على العياده، بيتعرفوا على الكرسي، انا بشركهم في الاكسبيرينس دي. بقعد اتكلم معاهم على اصحابهم، على هواياتهم ايه في المدرسه. فهو لما يبتدي يحس ايه ده، هو بيبقى داخل وفاكر بقى يلا افتح بقك يا نشوف الاسنان. لما يبتدي يحس ان الدكتور ده صاحبه، ده قريب منه، يبتدي يرتاح. دي اول حاجه. بعد كده ببتدي اقوله على فكره انا وانت تيم واحد على السوسه. كنت لسه عايزه اقول لك ان عندي اعرف حد كان بتشغلهم معاهم كمان. بالظبط، هي دي الحقيقه فعلا. احنا بنعمل كده، احنا بنشتغل مع بعض، احنا بنوريهم الكرسي بيشتغل ازاي، بنجرب لهم كل حاجه على ايديهم قبل ما يفتحوا بقهم خالص. والكرتون والكلام ده، فيبتدوا يلاقوا ان الاكسبيرينس، انا بتهمني جدا موضوع الاكسبيرينس لان هي دي اللي هتبيلد اب وهتمشي معاه حياته كلها. هيحكي عليها، هي دي اللي هيفضل في ذاكرته. بالظبط، وهي دي اللي بعد كده هتخليه حتى بالعكس، ده هم بيبقوا عايزين يجوا فولو اب وعايزين يجوا على طول الدكتور يتابعه. احنا عايزين نكسبهم. العلاج كده كده هيتم، وفي ابروتشز كتير للعلاج، وفي تكنيكس دلوقتي وحاجات عاليه جدا بتخلي حتى الاكسبيرينس تقريبا تبقى فين. وعايزه صبر كمان من الدكتور ان هو يبقى عنده مفاوضات مع الاطفال طبعا وطول طبعا فعلا. بس هقول لك على حاجه بجد، ات ورث ات، والطفل بيحس باللي قدامه انه حنين معاه، انه صادق معاه، انه صريح، فبالتالي بيجين التراست وبيثق في الدكتور وبيعمل اي حاجه بعد كده الدكتور بيقول له عليها. البنج بتتغلبي عليها ازاي؟ ما هي بقى احنا لينا قصه كده بنعملها بطريقه معينه. طبعا في حاجات بنحطها قبل البنج بفليفرز، وبنجيب لهم عايزين شوكليت ولا بنانا ولا ستروبري ولا يعني في حاجات كده معينه توبيكال بتتحط بتخلي الاريا نفسها اتخدرت. وفي تكنيكس كده معينه بتتعمل بتخلي اساسا فعلا هم ليترلي ما بيبقوش عارفين ان هم اخدوا بينج، هم فاهمين في ده بالونه. الكبار كمان احنا بنعمل له كله، ما تقلقيش على فكره ساعات الكبار يعني بيبقوا زي الاطفال بالظبط. كمان ولا هم بس؟ لا لا لا، ده كله والله، ساعات الكبار بيبقوا زي الاطفال. وبعدين بتكلم معاهم ديورنج واحنا بندي الانجكشن، فهم بيبقوا ديستراكتد. يعني بنقعد نعمل لهم تشالنج والعاب ونعمل كذا وارفع كذا ووديهم حاجات يعملوها، فهم بيركزوا الحاجات اللي انا بقولها. ففعلا الحمد لله الموضوع ما بيبقاش فيه اي مشكله. التيم عند حضرتك ده حاجه بره الفقره يعني، بس التيم عند حضرتك مكون من كام حد؟ احنا عندنا تقريبا 3 دكاتره اسيستنت خاصين متخصصين في الاطفال، ده غير بقى الناس اللي بتستقبل الاطفال من بره. وبعدين احنا بنعمل معاهم العاب وبنخليهم يلبسوا كاستيوم. يعني انا كان عندي كل حد بيجي لي كل مره لابس شخصيه، فاحنا على حسب الشخصيه دي بنجيب له هدايا. يعني المواضيع دلوقتي بقت ده عايز ترتيب ووقت قبليها كتير علشان الموضوع، بس الموضوع بيبقى لذيذ لان ات بيلدز اب. انت بتبقي خلاص الفاميلي دنتست، وانا اكشولي انا فعلا عندي اطفال يعني قعدوا معايا سنين، يعني من ساعه ما كانوا صغيرين، هم دلوقتي ما شاء الله بقوا اطول مني يعني. فالموضوع يعني اتورثت، يعني اتورثت كل تعب ومجهود مع الاطفال بيأتي ثماره. وبتبسط جدا ان بعد كده بيبقى الفاميلي كلها عندي، فهي دي اهم حاجه. طيب احنا اتكلمنا في ان لو ظهرت مشكله في الاسنان لازم نلجا على طول للدكتور، ما نستناش عليها. بالظبط. علاجكم بقى ليها بيبقى ايه؟ اكتر المشاكل اللي بنواجهها زي ايه؟
بصي هي دايما اكتر حاجه بتواجهنا موضوع ان لما يبتدي يحصل الم ونس ان حصل الم وخلاص كده بتبقى التسويس وصل للعصب. فساعتها احنا بالنسبه للاطفال عشان برضو في اباء وامهات كتير قوي بيبقوا مستغربين او فاكرين ان العصب بتاع الاطفال زي العصب صغير معقوله زي العصب بتاع الكبار او ده هياثر في التبديل او الكلام ده. لا، العصب بتاع الاطفال بيبقى سهل جدا، بيخلص في سيشن واحده، مفيش اي مشكله طالما مش عامل خراج او انفكشن. وبيتعمل حاجه اسمها علاج عصب سطحي للاطفال بمواد معينه اللي تسمح ان السنه دي تبقى قاعده في البق سيرفنج عادي لغايه ما عاد تبديلها. يعني الحشو اللي بيتعمل ده ما بيأثرش على تبديل السنه او ان انت تضطري تيجي تخلعيها عشان تتبدل. دي كلها حاجات مخصوصه ومعموله مخصوص للاطفال. في اوقات كمان بيبقى السنه متكسره خالص من فوق، عشان برضو نحافظ عليها بنركب لها زي طرابيش او تركيبات برضو بتبقى مخصوصه للاطفال، وده برضو ما بيمنعش التبديل خالص، بالعكس ده بيحافظ على الضرس في صحه سليمه لغايه الميعاد المفروض ان هو يقع فيه، والضرس الجديد بيطلع ما فيهوش اي مشكله. طب احنا كبرنا وبدلنا وكل حاجه، وفي تشوهات بقى معينه في الاسنان، يعني اسنان راكبه على بعض مثلا، ضرس طالع واحد او سنه طالعه وراها سنه تانية، الحاجات اللي هي بتبقى ظاهره دي بالظبط بنعالجها بقى في وقتها ولا في سن معين؟ بصي هو ده بقى بنبتدي نخش في سكه التقويم. التقويم كبريسز او اللي هي السلوك او الوايرز اللي بتتحط الثابته على الاسنان دي غالبا ما بتتعملش غير ما بيكون الطفل بدل اسنانه كلها، يعني تكون الست الدايمه تكون طلعت، لان ما فيش حاجه ثابته بتتركب على الاسنان اللبنيه. بس ساعات بيبقى في مشاكل معينه بنلاحظها قبل التبديل او قبل ما الاسنان الدايمه بتتكون، دي بتبقى ساعات مشاكل ريليتد للفك. يعني دايما كده الام تلاحظ العلاقه بين الفك العلوي والفك السفلي. ساعات في اطفال معينه بيبقى عندهم شويه تقدم الفك السفلي مثلا عن الفك العلوي، يعني بدل ما اللي فوق يبقى راكب على تحت بيبقى العكس مثلا. فالوقت ده احنا ممكن بنحط ساعات حاجات معينه وتبقى ريموفبل، اللي هي حاجات متحركه او حاجات الطفل بيلبسها، وده بتبقى من سن صغير شويه، يعني ممكن حتى تستارت من سن 6 سنين او 7 سنين او 8 سنين، لان دي ما بتبقاش ليها علاقه قوي بالاسنان على قد ما هي بتظبط لنا اتجاه نمو الفك في الاتجاه السليم. فاحنا دي بتبقى حاجه وراثيه بقى ولا بتبقى حاجه من هي بصي معظم الوقت موضوع التقويم ده او ان الاسنان مثلا حد بيبقى واخد اسنان كبيره من مامته والفك الصغير من باباه، الكلام ده معظم الموضوع بيبقى وراثي سواء في استفاف الاسنان او على فكره في التسويس. يعني التسويس برضو على فكره هو في جزء كبير وراثي، التسويس بخلاف العادات اللي احنا قلنا عليها غير العادات طبعا، العادات دي جزء وبيبقى فيه ساعات عامل وراثي، يعني هو بيبقى واخد الاسنان الضعيفه مثلا من مامته او باباه. فهي الفكره كلها بس رجوعا لجزء الاستفاف او كده، في سن معين اللي هو الاسنان لسه بتطلع فيه، الاسنان الدايمه لسه بتطلع فيه ما بتبقاش اتظبطت، بيبقى الانياب لسه موجوده في الفك، وعاده السنتين الاماميتين هما بيطلعوا الاول وبعدين اللي جنبيهم، الانياب بتتاخر شويه فبتبقى موجوده في الفك، بتبقى ضغط على الجذور بتاعه الاسنان الاماميه، فبيبقى في مرحله كده الطفل شكله فيها مش مظبوط واسمها اجلي داكلينج ستيج. فالناس بتتخض تقول ايه ده، هو ده كده هيبقى محتاج تقويم؟ لا، وقتها ما بنبقاش لسه قلنا ده اكيد هيحتاج او مش ده هيحتاج. العمر اللي هو سنه قد ايه؟ ده بيبقى مثلا في الرينج بتاع 8 سنين 9 سنين يعني كبير ومدرك، يعني بيبقى متضايق من شكله كده بس مش شرط انه بيحتاج. اول ما الانياب بتنزل والاسنان الدايمه خلاص بتكتمل، بنبتدي ساعتها نقدر نحكم ونقول الطفل ده فعلا محتاج تقويم اللي هو البريسز الثابته ولا لا. لكن في مرحله في النص كده ما بتبقاش شرط ان هو يبقى محتاج، حتى لو لسه، لان لسه بتبقى في حاجات طلعت، لسه حاجات ما نزلتش كامل. فده اخر أوكي. تبديل سن كام؟ التبديل بيبقى اخره كده عند سن 14 سنه، بس طبعا احنا عندنا دروس العقل هي اللي بتتاخر شويه، يعني دي بتطلع عند سن 20. يعني ممكن يفضل يبدل لحد 14 سنه، ده سن كبير. لغايه 13 14 سنه في ساعات. بس اتس ارينج بلس اور ماينس، يعني في ناس بتبقى مثلا عند سن 10 سنين مخلصه التبديل بتاعها كامل. وبرده خلي بالك في دروس بتطلع نتيجه لمول الفك لورا،
يعني رقم 6 ورقم 7 دول مش نتيجة لتبديل، دي 4 دروس، درس في كل ناحية، رقم 6 واللي وراه رقم 7 دول نتيجة لمول فك اللي ورا، لكن احنا اللي قبليهم هم اللي بيتبدلوا دايما، الانياب اللي فوق اخر حاجة بتطلع. فعشان كده شويه الناس يعني كان مشاع دايما ان احنا 10 سنين مثلا كده يكون مبدل، ف 14 ده سن كبير يعني. في ناس دلوقتي خلي بالك دلوقتي ابتدت الناس تتاخر شويه في التبديل، عشان هي كلها العادات الغذائيه والاكل والكلام، يعني اللي بياكلوا فاكهه، اللي بياكلوا جزر، اللي بياكلوا خضار، الكلام ده كله بيخلي الاسنان الحاجات الفايبرز بيخليها تطلع، الاسنان تطلع بشكل احسن. ودلوقتي كل الاكل بقى سوفت وكلها بقت حاجات ان هيلثي، فبقى في شويه كمان تاخر في التبديل في الرينج بتاع طيب تنصحي الامهات بايه بقى؟ قوليلي كده. انصح الامهات باول حاجه انهم يتجنبوا كل العادات الغلط اللي احنا قلنا عليها، ستارتنج من موضوع الباطل بالليل او العصاير، او انهم عشان يسكتوا الطفل يقوم مدين له حلويات او الكلام ده، لازم يبطلوا العادات دي وينموا في الطفل حته الهيجين، ان احنا نخلي بالنا من اسناننا، وان احنا لازم نغسل اسناننا، والكونسبت بتاع دكتور الاسنان، يعني هما ما يبقوش مثلا هما بيخافوا من دكتور الاسنان فيبتدي مش هنروح يترعبوا ويورثوا، انت مش عيان او يورثوا الموضوع ده. انا مش عايزه اقول لك، يعني احنا مثلا بنشتغل كويس قوي مع الاطفال علشان مثلا هما ما يبقوش فاهمين حاجه او ما يحسوش بحاجه، الاقي مثلا في بيرنتس جايين يقولوا يلا افتح عشان هتديك الحقنه، أيوة. مش عارفه ما تعملش كده والا هتاخد الحقنه. فبص لهم يا جماعه ما ده من بالليل بتقول له من بالليل. يا جماعه لا ما فيش حقنه، احنا اساسا ما بنقولش. على فكره هو الطفل لا بيشوفها ولا بيعرف ولا بنقول. فالطريقه دي بتخلي المواضيع عندنا اصعب، فبالعكس احنا عايزينهم يحبوا الدكتور، ويبقوا جايين مبسوطين، ويبقوا جايين فولو اب ويقولوا احنا عايزين اكيد هيبقوا مبسوطين. انا شفت الفيديوهات بتاعت حضرتك، شرفتينا النهارده، وكانت سعيده كويسه جدا. ارجو ان هم كلهم يكونوا اهتموا بيها ان شاء الله، ولينا لقاء تاني ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي. باي باي.